في إطار احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، افتتحت محافظة شمال سيناء محطة رفع مياه قرية الروضة بطاقة 1000 متر مكعب بتكلفة بلغت 8,200,000 جنيه. كما تم افتتاح مركز شباب شهداء الروضة الذي يضم صالات رياضية وملاعب ومكاتب إدارية بتكلفة 15 مليون جنيه. نتابع. الاحتفالات بانتصارات ذكرى مصر أكتوبر ما زالت مستمرة، وتستمر معها افتتاحات المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء. مركز ومدينة بئر العبد بمراكزه والقرى التابعة له يشهد مشروعات جديدة تهدف وترسخ لفكر الدولة بتنمية سيناء. افتتاح لأكبر محطة لرفع المياه بقرية الروضة تعمل على توفير المياه وسلامة حسن استخدامها ضمن مشروعات توفير المياه اللازمة لمواطني شمال سيناء. بتتعمل محطة تحلية مياه القدرة بتاعتها 2500 متر مكعب في اليوم. الحاجة التانية ان هيتعمل مشروع مزرعة سمكية في هذه المنطقة حواض، مزرعة سمكية. عملنا مشروعات عظيمة يعني بتكلفة إجمالية، بتكلفة مشروعات مياه وصرف صحي في شمال سيناء بتكلفة إجمالية وصلت إلى 3.9 مليار جنيه، والتي تتمثل في مشروعات مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي. التعليم وما له من أهمية كبرى في بناء الأجيال القادمة والنشأة حاضية باهتمام لأهل مركز بئر العبد، حيث تم افتتاح مدرسة الشهيد محمود حسن الثانوية الصناعية للبنات كمدرسة مستقلة للبنات وبتكلفة وصلت حوالي 10 ملايين جنيه. احنا النهاردة في صرح تعليمي جديد، مدرسة الصناعات بنات في بئر العبد. ان شاء الله دي مدرسة من المدارس الجميلة تضم 4 تخصصات، دي من ضمن المدارس اللي افتتح في هذه الذكرى العظيمة، بالإضافة لمدارس كتيرة في معظم مراكز المحافظة. فعلا بئر العبد كانت محتاجة مدرسة زي كده، ان احنا نفصل البنات عن البنين، وبطالب طبعا ان يبقى للبنات برضو مدارس عسكرية، لان احنا برضو مستعدين وبكل جرأة وشجاعة ان احنا نشارك في مستقبل بلدنا. فالدولة فعلا واقفة جنب سينا الايام دي. غير كده ان التربية والتعليم هي برضو عصب الدولة، ما حدش يقدر ينكر ان التعليم هو اساس اي تنمية في البلد، واحنا دلوقتي بنبني مدارس. المدارس دي جميلة، كويس ان هم قسموها نصين، يعني البنات لوحدهم والبنين لوحدهم، ما شاء الله حلوة وواسعة. الافتتاحات لم تقتصر فقط على المشروعات الخدمية والبنية التحتية، بل امتدت أيضا إلى الاهتمام بالشباب والبراعم لخلق متنفس رياضي اجتماعي تثقيفي لهم. في ألعاب وفي كل حاجة عايزينها، في نادي وفي ناس بيلعبوا وفي ملاهي هنا الناس بيلعبوا والناس والمركز الشباب ده حلو وزين، وفي يعني بيعلموا الناس الثقافة الاجتماع. احنا جايين نشارك مع اخواتنا مركز شباب الروضه، المركز محترم، وانا مركز بصراحه فوق الرائع، مركز محترم، مركز جميل جدا، واتمنى منكم ان احنا يحصل لنا مركز زيهم. مشروعات متعدده تضرب مظله لتنميه سيناء اختلفت في قطاعاتها، لكنها تعمل على هدف واحد وهو التنميه. مشروعات تنمويه وخدميه في كافه انحاء محافظه شمال سيناء، طالت قطاعات الصحه والتعليم حتى وصلت الى هؤلاء الشباب ليرسخ ويؤكد فكره الدوله بالاهتمام بالشباب فهم عماد الوطن. من مدينة الروضة بمحافظة شمال سيناء، مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري.